لتحقيق أحلامهم بدأت رحلتهم منذ زمن طويل، واليوم تحققت أمانيهم. إنهم ضباط الدفعة الثالثة من طلبة كلية الشرطة القطرية، فخر بلادهم. كلية الشرطة تعمل على تأهيل مرشحيها لأداء كافة المهام الأمنية المطلوبة، متسلحين بأفضل البرامج والأنظمة التدريبية وفق استراتيجية ونظم تعليمية وإدارية تم التخطيط لها بعناية فائقة، جعلت الكلية في صدارة المؤسسات العسكرية والشرطية في المنطقة. ويرجع الفضل في ذلك إلى دعم قيادتنا الرشيدة للكلية والاستثمار في أبنائها بالاعتماد عليهم في تحقيق أعلى النتائج في تخفيض معدلات الجريمة والوقاية منها بنهج متفرد يحاكي أفضل التجارب لخدمة الوطن. طلاب كلية الشرطة منذ أن وطئت أقدامهم ميادين الكلية وهم يفخرون بانتمائهم إلى هذا الصرح الأمني الكبير، ويضع على عاتقهم واجب وطني جعلهم عنواناً للانضباط والتميز والتقدم. تأبى الشمس أن تشرق إلا وأبناء قطر البواسل في الميدان يقطعون شوطاً من الليل في التدريبات الرياضية لبناء أجساد قوية تتمتع بلياقة بدنية عالية ونشاط ذهني يساعدهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه. ومن ميادين الرياضة إلى محراب العلم لتسليح خريجي الكلية بالعلوم والمعارف والتدريب على أحدث التقنيات ومواكبة أفضل البرامج الأكاديمية التي تضمن التعليم التفاعلي وتعزيز التفكير الإبداعي لدى طلابها. 8 فصول دراسية على مدى 4 سنوات قضاها طلاب الدفعة الثالثة في الدراسة داخل قاعات هي الأفضل من نوعها، تتوفر بها كافة الإمكانيات والوسائل التعليمية، وعلى يد خبراء وأكاديميين وأساتذة هم النخبة في مجال عملهم للحصول على شهادتي البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية. تفردت كلية الشرطة منذ تأسيسها بمسار تدريبي اقترن باسمها في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية للكليات العسكرية والشرطية، وطورته بنظم وبرامج مبتكرة مع التركيز على التنفيذ المتقن والتدقيق، مما جعلها عنواناً للتميز في هذا المجال. وقد انعكس هذا السلوك التدريبي على أداء الطلاب خلال سنوات الدراسة، وسيستمر أثره في حياتهم العملية. يتضمن البرنامج التدريبي دورات عسكرية تخصصية، ومنها دورة الغطس التي يتعلم فيها الطلاب مهارات السباحة والغوص وعمليات الإنقاذ، وأيضاً دورة القفز المظلي لينفذ عملية القفز على ارتفاع 5000 قدم بواقع 3 قفزات لكل مرشح. وقبل التخرج يحصل الطلبة على دورة الصاعقة التي تتميز بمستوى عال من الصعوبة والمشقة، وتحتاج إلى لياقة بدنية وجسمانية عالية مع قوة التحمل والصبر والقدرة على اجتياز الموانع بكفاءة واقتدار.
تم الاستعانة بأفضل الكوادر الوطنية في مجالات التدريبات العسكرية والرياضية من ضباط ومدربين لتطبيق تلك المناهج التدريبية المتقدمة. سور للحمى عين الوطن، شعار ورسالة الكلية للمجتمع القطري وللعالم. استثمرت في أبنائها وقدمت على مدى 3 دفعات ضباطاً قادرين على حماية مقدرات وطنهم ومميزين بين أقرانهم وفخورين بانتمائهم إلى هذا الصرح الوطني الأمني، لتبقى قطر دائماً تاجاً بين الأمم ويبقى أمنها مظلة يفيء بها كل من يقيم على أرضها، وأبناؤها سيظلون على العهد أوفياء مخلصين يفدونها بأرواحهم لتبقى رايتها خفاقة عالية في كل الميادين.